مجرد ما يوصل بس يبدل معاك بس هو جاي يعمل معايا واحدة على 15 فمعرفش اتأخروا ليه اسمين بس طيب قالوا لي طيب شو القصة شو تعطلك حاجة ولا أنا بس يا بس ايه يا حبيبي طب قالوا لي المزيكا طب ايه لسه فاكر احنا مكملين لسه فاكر اصلا. طب ولادنا صغيرين يعني فلهم طلبات كتير يعني هو يعني طب نقول ايه؟ نقول لسه فاكر بتاع لسه فاكر عايز ناس عربية. هتقول ايه طيب؟ اي غنوة بقى هوا ونتكل على الله. سريعة كده وحلوة. الهوا بتقول من ايه؟ قول من ايه عشان انا
قمرندو ولا عيني قلبي بيسالني عالي تريني بفكر فيه طيبين وكل سنة ومصر طيبة ويلا كلنا نقول مع بعض يا حبيبتي يا مصر يا مصر يلا مستعدين بحبكم
شباب في العمل سهران في البلاد والعزم اتولد ما شافش الامل في عيون الوداد وصبايا البلد ولا شاف العمل سهران كل سنة وانتو طيبين ورسي وعيد سعيد عليكو. في ايه؟ كل سنة وانتو طيبين واشوف وشكو بخير في حفلة جاية ان شاء الله. عقب نهاية الحفل زي ما حضراتكم تابعتونا وشرفتونا على قناة النادي الأهلي من هنا من فرع النادي الأهلي بمدينة نصر.
حبيبي ترى ولا عندي بكرة
وبشكر إدارة النادي الأهلي وبشكر اللجنة الثقافية وشكر خاص للأستاذ خالد جلال وأشكركم تصبحوا على خير. مرسي جدا، كل سنة وأنتم طيبين. انت بتتفرج على المولتي؟ لا. اسمك ايه؟ اسمي دانا. طبعا انا زميلي، انا الاسماء بتاعه التفيده وكده وبتاع. دانا، يا دانا عندك كام سنه؟ 6 سنين. حلو قوي الكلام ده. هتغني لنا ايه النهارده؟ ايه هتغني ايه النهارده؟ هغني شعر. ايه شعر؟ علي صوتك. هغني شعر. طب يلا مراجين. Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do do do, mommy shark. Daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark. Grandma shark do 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 do, grandma shark do. Grandpa shark, Resco had to do the little, Resco had to do the little, Resco had to do the little, Resco had run out to do the little, run out to do the little. ايوه عايزين سفله جامد قوي يا جماعه. الله 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 الله. اوب 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 اوب. طبعا احنا هنعمل الحمية الغذائية اللي هي قالت عليها. يلا تعالي معانا بقى عشان خلاص هنطلع نكمل بعد شوية، نكمل غولة بقى وبعد كده ايه نريح شوية كان نرجع تاني. اسمك ايه؟ ملك. ماشي ملوكة. عندك كام سنة؟ 8. اوكي هتغني ايه؟ ما شفت قلبي دقى 3 دقائق. تاني؟ احنا غنينا 3 دقائق، في اغنية تانية؟ ها طب يلا غني 3 دقائق. يلا. لما شفت قلبي دق 3 دقات وهروب. عايزين نسقف لها عشان هي مكسوفه قوي. يلا بقى انت بطل هنا، انا هقعد انا خليك انت واقفه. طب حد جيب لنا الاكل يا جماعه هنا. يلا انت جاهزه؟ بص عايزين نلعب كده والناس دي كلها اصحابنا وعيلتنا والناس اللي احنا بنهزر معاهم ونضحك معاهم صح؟ مكسوفه من ايه بقى؟ يلا غني بصوت عالي كده وما تخافيش. يلا. لما شفت قلبي دق 3 دقات وغروب الشمس واقف على البحر بعيد، عمال بحكي له واشيله واشرح واعيد، فاكره قيتها وفكر فيك على وسط البحر، خارجه من الميه وضلت واقعه من السحر. لما شفت قلبي دق 3 دقات عايزين نسقف لها قوي يا جماعه. احسنتي احسنتي احسنتي. يلا تعالي يلا بينا هنبدا بقى دلوقتي حفلتنا. بصوا بقى كل الناس اللي بتغني هتستناني، هنعمل تاني هنكمل 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 هنكمل، لسه عندنا يوم طويل جدا. يلا احنا النهارده سهرانين مع بعض. حد النهارده مش سهران معانا؟ اللي سهران معانا يرفع ايده لفوق. طب عايز اسمع اقوى ايه بقى في الدنيا؟ ايه ماشي يلا سهران معانا يقول لي ايه؟ لا لا مش سامع. طب الاهلاويه يقولوا ايه؟ ايوه اللون الاحمر اهو. يلا بينا دلوقتي يا جماعه الفقره اللي احنا كلنا مستعدينها. ليه بقى مستعدين ليها؟ نجمه جميله ومحبوبه وكل الناس بتحبها، قدرت توصل لقلوب الاطفال وقلوب الكبار وكمان تنجح كمغنيه وكممثله وكمان تقدر توصل لقلوب الناس مش بس على مستوى مصر، على مستوى الوطن العربي كمان. ليه؟ تميزت بتحب جمهورها، دايما مجتهده ودايما بتحاول ان هي تقدم كل جديد. كلنا عرفناها من نجاحها في ستار اكاديمي، بقى ليها فانز كتير، قدرت توصل لعدد من الملايين لقلوب الفانز على مستوى الوطن العربي، وده اللي خلاها يدعمها بشكل كبير جدا ان هي توصل كمان وتتقن طريق التمثيل. ناس كتير جدا بتحبها، ناس كتير جدا حافظه اسمها، وده اللي هيخليني اسالكم نجمتنا النهارده مين؟ عايز اسمع اكتر، كلنا في صوت واحد، نجمتنا النهارده مين؟
يلا كلنا مع بعض تاني. انا سامع وكل الناس هنا شطار جدا، انا حاسس ان صوتهم قوي جدا. يلا عايزين كلنا مع بعض. نجمتنا النهاردة مين؟ نجمتنا ونجمتكم النهاردة للحفلة نشوف برومو قوي جدا ليها حالا. عايزين نرحب بالستيج ونسمع تحية كبيرة جدا للنجمة السوبر ستار رنا سماحة. يلا كله جاهز؟ جاهزين؟ عايزين نرحب رنا سماحة.
تعيش فيه صعب سهل انا اضربي عارف انا بعمل ايه مش هبقى حبس انفرادي ولا هسكت لو كله راضي لو مليون حاجز قصادي هقدر برضه طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب وان شاء الله تتبسطوا وتستمتعوا معانا النهارده بس هنسقف بقى وهنرقص ونعمل كل حاجه تمام
شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، يلا اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكني يابا يابا، شبكني ده حبيبي، شبكني يابا يابا، شبكني صحيين اكتر من هنا مالك يا
مبسوطين؟ اه ولا نص نص؟ انتوا ما زلتوا نايمين على فكرة، انا مش راضي عن القعدة دي. هنرقص هنرقص، انتوا هنا يلا بينا. كلكم حافظينها.
من حياتي هي عمري
يلا. راحي وهاتي أغلى من حياتي، عمري وذكرياتي، حبي والله. مبسوطين؟ عايزين تسمعوا ايه؟ هاي؟ اوه عايزه هاي. ها؟ ماشي. في حاجه تانيه غير هاي؟ حاضر. طيب بما اننا رقصنا شويه طرب امشير. طيب بصوا انا عامله لكم فكره حلوه قوي. معانا صديق لينا عازف كمانجة موهوب جدا وعبقري جدا، هيطلع يلعب معانا تراب امشير، وخلينا نشوف. مش عايزه احرق لكم بقيه الاغاني. نسمع تحيه كبيره قوي لفادي. يا فادي جهزت لكم كده يعني، قلت برضه انا عارفه ان انتوا هتقولوا لي حاجه من الحاجات دي. عارفه انكم هتعملوا فيها كده. يلا بينا نفصل ونرجع من الرقص تاني. Thank you.
غلطتي اني ما صدقتش عليك تحزين وجرحك للاسف ساب لي الم ما يضيعوش تخدين وكانت غلطتي اني ما صدقتش عليك تحذير وجرحك للاسف ساب لي الم ما يضيعوش تخدير ومهما بقيت تقرب لي هيفضل بينا فرق كبير بقيت مؤذي بقيت تشبه تراب امشي ريسم وطعمه بيسكر فيخدعني يا اكتر حد بشكيله فيوجعني يا جرح اللي اشتريته زمان واول لما قال هيبيع اول لما قال هيبيع فادي جدا 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 سقفه كبيره قوي قوي فادي عيطنا شويه ولا لسه عيطت شويه نرجع نرقص تاني بقى يلا كلنا هنسقف على الطبله
جاي استغرب تاني مش كان موضوع ودهي مش ألف ظروف من عالي كمل باري خلو يسكت بلدينا يصغر نفسه تاني والله ده تبقى مصيبة بحقي لو اسمعني ليه جاي استغرب تاني مش كان موضوع ودهي مش ألف ظروف من عالي كمل باري ومش عارفين خلو يسكت بلدينا هيدي تبقى وظيفة بحقي لو اسمع لي مش باقية معاني رنوا عناني وسمي عالي بعدين جعداني الناس بيعاني وحط رمالي طب ليه ده مريض نفساني قد أزاني وصار حقيقة تلفي كلام ينفع مش عايز انا اغلط فيه كل المتشيش فعلا انا كنت اسمع له لا يقولي كل الحركات تعبيت صعبا شكله عليك هيلبس نفسه بحيط اقوله لما يلجع عليك مش لاقي معاني غير الطهراني وسبني عاني بعدي وبرجع تاني الناس بيعاني وحد خرماني طب ليه ده مريض نفساني بجد اغاني شكرا شكرا مبسوطين الحمد لله يلا بقى
اغنيه مطلوبه على الهوا كده على الهواء مباشره. اما براوه مين طلب اما براوه؟ كلكم؟ طيب اسمع ساكه بقى طالما ضربتوها. للأسف الوقت معاكم بيجري بسرعة قوي يا جماعة، أنا ما بحسش بالوقت في المكان ده، معرفش ليه. قبل ما أختم بس عايزة أشكر والدتي، هي ماما فين؟ يعني بقالها كتير قوي ما بتحضرليش حفلات، فأنا بشكرها إن هي موجودة معايا النهاردة. أنت فين يا زوزو؟ ماشي. وبنشكر طبعًا اللي هو الفشاوي، أنا متشكرة جدًا لحضرتك للمرة التانية، وبشكر طبعًا وإدارة العلاقات العامة مدام ميرفت بنشكرها. وبنشكر كمان إدارة الأمن
بتاعه النادي الاهلي, وانا عايزه اقول ان انا سعيده جدا ان انا معاكم, وان شاء الله كل سنه وانتم طيبين, وكل سنيننا اعياد وايامنا اللي جايه كلها خير وبيننا خير. يلا جميلة. الحفلة الممتعة للأعضاء كلها استمتعت بيها معي نجمة الحفلة المطربة طبعا رحاب مطوع. بنقول لك أهلا بيك على الشاشة قناة الأهلي, وبجد أمتعتينا, أمتعت كل مشاهدي قناة الأهلي, أمتعت الأعضاء النهاردة اللي كانوا سعداء جدا بالوصل الغنائية. عاوز أعرف إحساسك كنت بتغني على مسرح اللي معمول عشان الأعضاء ومشاهدي قناة الأهلي كلها تبسط بيه. بص, هو طبعا ان انا اغني في مكان غنى فيه كل الفنانين الكبار دي حاجه يعني جميله جدا, وكمان الجمهور هنا
يعني جميل وبيحب يسمع سميعة يعني مش سهلين. فكانت حاجة جميلة وفي العيد ويعني انبسطت معاكم جدا. عارفة اللي غنى أنا هو في النادي الأهلي عبد الحليم حافظ، غنى كوكب الشرق أم كلثوم. أمتعتينا النهاردة بغناء عبد الحليم، بغناء أم كلثوم، وردة، يمكن نوعت النهاردة في الفقرة الغنائية. مظبوط مظبوط، حبيت أكون متنوعة علشان الناس كلها يعني أرضي كل الأذواق، وفي نفس الوقت مش عايزة أغاني حزينة وأغاني كده، حبيت أخليها كلها مفرفشة عشان العيد يعني. كل سنة وانتم طيبين. طيب أصعب أغنية قابلتك النهاردة إيه؟ مش أقدر أقول أصعب أغنية، بس دايما أم كلثوم هي اللي بتبقى مشكلة، لأن الناس بتبقى حاطة في دماغها أم كلثوم وبتقارن وحاجات كده، فاحنا مش بنقلد بس بنحاول نوصل الأغنية ونبسطهم بس. ما فكرتيش نار تغني أغنية شبابية من الجداد؟ لا، اعتمدتي على الأصالة أكتر منها، وكان في استجابة رائعة من الأعضاء، كله كان مبسوط، ما حدش كان متضايق خالص، ما حدش طلب أغاني شبابية، الناس عاوزة تسمع الحاجات القديمة، نفسها تسمعها. بص، هو أنا بشتغل في دار الأوبرا المصرية وشغلي هو نقل التراث. وبشتغل فرقة عبد الحليم نويرة مع المايسترو صلاح قباشي، يعني هو ده أساس تخصصي، حتى دراستي دراسة موسيقى عربية، بعمل ماجستير في الموسيقى العربية، فده اللي أنا بعرف أقدمه وكده. وبعدين ما أعتقدش أن الجمهور عايز يسمع حاجة يعني خفيفة للدرجة دي، كانوا عايزين يسمعوا، كانوا عايزين يفتكروا حاجة هم عاشوها يعني. في العيد دايما مرتبط عندنا بأغاني قديمة زي ليلة العيد، لحد النهاردة هي الأغنية العيد الوحيدة، فأنا أعتقد أنه الحمد لله هم كانوا مبسوطين. عيد سعيد، وزي ما امتعت الأعضاء وامتعت المشاهدين، الحلقة كانت منقولة لايف على قناة الأهلي وكله كان مستمتع، الكومنتات كلها على السوشيال ميديا كلها ما شاء الله ليكي وبتحييكي وموفقة على طول، وامتعتي أعضاء النادي الأهلي وكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. ذوقك ميرسي جدا، ومبسوطة إن أنا معاكم في النادي الأهلي، ومبسوطة إن الحفلة كانت حلوة ولقيت النجاح ده والناس استقبلتها يعني حلو، يعني كانوا مبسوطين، دي كانت أهم حاجة. ومتشكرة جدا 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 للأستاذ خالد جلال إنه رشحني إني أشترك هنا في الحفلة دي، ودي فرصة، أنا يعني دي تاني مرة أغني في نادي الأهلي، وبجد أنا ببقى مبسوطة جدا لما باجي المسرح ده. شكرا حبيبي، ميرسي لذوقك. شكرا. داخل النادي الأهلي غني تسومة، داخل النادي الأهلي غنى العندليب حليم، داخل النادي الأهلي غنت شادية، إحساسك إيه وشعورك إيه وأنت بين جدران البيت الكبير بيت النادي الأهلي؟ مش قادرة أوصف سعادتي طبعا، أنا بلتقي كل فترة بجمهور النادي الأهلي الجميل في مدينة نصر وفي الفروع التانية، وقد إيه ببقى سعيدة بالجمهور اللي بيفهم وبيستقبل الغنى الشرقي الراقي الأصيل، وبيقابلوني دايما مقابلة حلوة، يعني ما بتفاجئش إنهم عايزين الأغاني بتاعت اليومين دول، وبالعكس أنا بلاقي جمهور ومستمعين يعني بيسعدني جدا وجودهم، وببقى مبسوطة قوي لما بشوف رد فعل الجمهور الجميل بتاع النادي الأهلي، لأنه النادي الأهلي عريق وجمهوره محترم، وأنا بحييك وبقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. ثقافة الشعب دايما من فنه والنخبة من الفنانين، زي ما قلنا داخل النادي الأهلي غنى نجوم عظام، وداخل النادي الأهلي خرج أساطير كتير. حالة الفرحة والسعادة اللي بتشوفيها داخل بيت النادي الأهلي وتجاوب الأعضاء والأعضاء النادي الأهلي أو الجمهور النادي الأهلي، جمهور ذواق بيعرف يقدر الفن كويس وبيستمتع بالفن النظيف كويس جدا. وعايزة برضو أأكد على أني أنا سعيدة وفخورة وليا شرف أني بغني في مكان غنى فيه رموز الفن في مصر وعمالقة الفن الأستاذة أم كلثوم. النهاردة كمان كنا بنغني لها أكتر من عمل، وعبد الحليم وكل عمالقة الفن. هو النادي الأهلي ما بيطلعش غير عمالقة، وأنا بحب كمان من خلال كاميرا النادي الأهلي أشكر إدارة النادي الأهلي، الإدارة الجديدة، أشكر الكابتن محمود الخطيب، الكابتن العمري فاروق، الدكتور عمري فاروق، بشكر كمان المبدع خالد جلال رئيس اللجنة الفنية اللي بينظم الحفلات دي، بشكر إدارة النادي الأهلي، وطبعا بشكر تاني جمهور النادي الأهلي، بحبكم قوي والله، وببقى فرحانة وأنا جاي أغني لكم. فنانة الجميلة فاطمة محمد علي، أكيد استمتعنا بحضرتك واستمتع الجمهور وأعضاء النادي الأهلي، نتمنى أن نشوف حضرتك في مرات تانية، ودايما النادي الأهلي يبقى في أفراح وفي أعياد. تقولي كلمة أخيرة لأعضاء النادي الأهلي. الأهلي حديد طول عمره نمرة واحد، وهيفضل طول عمره نمرة واحد، وإن شاء الله دايما أجي أغني والنادي الأهلي مال الدنيا، يعني فوز وكؤوس
وانتصارات كبيرة زي ما طول عمر النادي الأهلي معودنا إن هو نمرة واحد. والأهلي إيه؟ الأهلي حديد. الأهلي حديد، الأهلي فوق الجميع. مستمرين مع حضراتكم أعضاء وجماهير النادي الأهلي، أيضا مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في تغطية حصرية من هنا من داخل فرع النادي الأهلي بمدينة نصر. هنكون مستمرين معاكم نقل نبض الأعضاء وتجاوب الأعضاء من داخل فرع النادي الأهلي بمدينة نصر.